اي حد فيكم معاه موبايل يطلعه ويقفله ويحطه في جيبه. انا شخصيا سعيد جدا لان انا بشوف الجمع ده كله جاي قاعد يحضر بيتكبر المعاناه دي كلها عشان يحضر وعشان يستفيد. دي حاجه كويسه جدا. يعني انتوا كلكم جايين عشان تحضروا الغياب؟ عندي المادة 14 الخدمة المدنية بند 2 قالتني صفحة 80 يشترط في من يعين في الوظائف العامة أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. أن يكون الشخص محمود السيرة حسن السمعة. الشرط المتعلق بحسن السمعة هو شرط مستقل عن شرط تاني اسمه ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية على النحو اللي احنا هندرسه بالتفصيل قدام. بس هو شرط مستقل، يعني سمعة الشخص بغض النظر عن القانون الجنائي وبغض النظر عما إذا كان قد ارتكب جريمة جنائية من عدمه، هو لازم يكون الشخص دوت السمعة بتاعته كويسة. طيب المحكمة الإدارية العليا في تقديرها بشرط حسن السمعة ليها اتجاهين قضائيين. عندكم صفحة 81. الاتجاه الأول بيرى بيعرف حسن السمعة، بيقول اللي هي المجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتكسب الثقة بين الناس وتجنبه قال الرسول وما يمس الأخلاق. العبارة اللي تهمني بقى، أي أنها تلتمس في الشخص نفسه فهي لصيقة به ومتعلقة بسيرته ومن مكونات شخصيته. ومن هذا المنطلق لا يؤخذ المرء إلا بسلوكه هو لا بسلوك أبيه أو زويه طالما لا ينعكس شيء منه على سلوكه. يعني المحكمة بتقول لي إن شرط حسن السمعة دوت بننظر فيه للشخص نفسه. للشخص نفسه، يعني مالناش دعوة مثلا والده ارتكب جريمة جنائية، مالناش دعوة. والدته ارتكبت حاجة زي كده، إخواته، جده، الأعمام، الأخوات، إحنا لينا الشرط دوت بالشخص نفسه. ده اتجاه أول وده اتجاه سليم. ليه سليم؟ بيتوافق اولا مع مبادئ الدستور، يتوافق اولا مع منطق الدوله ذاتها. كلمه الدوله كمجتمع منظم المفروض كل شخص مسؤول قدام هذه الدوله، لا علاقه له بما يرتكبه اخوه ولا ابوه ولا والدته ولا حد من عيلته، هو ملوش دعوه. انا كفرد انا مسؤول قدام الدوله بس، مسؤول قدام القانون بس. دعوه رقم واحد. اثنين، احنا عندنا مبدا اسمه مبدا شخصيه المسؤوليه. انا مسؤول عن افعالي بس. هو انا اروح امسك مثلا والدي اكتفه اقول له ما ترتكبش جريمه؟ انا اعمل له ايه يعني؟ انا ما اقدرش اعمل له حاجه. كل بيت فيه الصالح وفيه الايه؟ وفيه الطالح. يعني انت ممكن تلاقي واحد مثلا مثلا تجاوزا على طول، ممكن تلاقي مثلا واحد امام مسجد مثلا كويس، وتلاقي ابنه مثلا يعني شخصيه اجراميه عديده الخط مثلا. طب هو ماله؟ عند الشريعه الاسلاميه المبادئ العامه بتاعت الشريعه الاسلاميه بتقول ايه؟ لا تزر وازره وزر اخرى. المبادئ العامه للشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع.
طيب غير كده وغير كده قواعد العداله والقانون الطبيعي. قواعد العداله والقانون الطبيعي بتقول ان الشخص يحاسب عن افعال شخص ثاني ليس له عليه ولايه. ها؟ طيب يبقى القضاء ده بالنسبه لنا سليم كويس قوي. بس عندي بقى قضاء ثاني من نفس المحكمه، من محكمه الاداريه العليا. القضاء بيتكلم عن القبول في كليه الشرطه. انتوا عارفين في بعض الوظائف بيتطلبوا تحريات معينه منها كليه الشرطه. فالمحكمه اقروا حكم صفحه 81 لغايه صفحه 82. اقروا الحكم اقروه عشان نتناقش عليه. تعرفوا تطلعي دلوقتي بعد ما تخلصي يبقى روحي تغيريه، بس دلوقتي عشان تطلعي دي معاناه، ده كبسه انتوا دي. بصي في كتاب اي حد جنبك او حاجه. المهم المحكمه بتقول لي عجز الحكم، اخر حته الحكم بتقول لي ايه؟ ومن ثم فلا تسريب على جهه الاداره في تقدير تخلف حسن السمعه في طالب الشرطه متى استمد هذا التقرير من وقائع واسباب وأدلة تبرره وخلى تقديرها من إساءة السلطة أو الانحراف به. الفترة اللي قبليها على طول المحكمة بتقول لي ولا ريب في أن سمعة طالب الشرطة تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلق أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا. قضاء الشرطة يعني من الاخر كده المحكمه بتقول لي مش بس انت ما بتدورش على الشرط دوت في مسلك الشخص، ده انت كمان بتلتمسه في البيئه اللي هو فيها. يعني مثلا واحد جاي من حاره شعبيه مثلا فيها تجار مخدرات او كده، نيجي نقول له لا انت ما ينفعش مثلا تخش كليه زي كليه الشرطه. واحد مثلا والده ارتكب جريمه او جده ارتكب جريمه مثلا هو ممكن يكون عمره ما شافوش في حياته، نيجي نقول له انت ايه؟ انت مسؤول عن افعال جدك اللي انت ما شفتوش في حياتك طول عمرك، وبالتالي انت مؤاخذ عنه. طب هل القضاء دوت سليم ام يستحق النقد؟ ده قضاء جديد بالنقد. جديد بالنقد ليه؟ لانه اولا بيخالف دستورنا، بيخالف مبادئ الشريعه الاسلاميه، بيخالف مبادئ الشريعه المسيحيه، بيخالف مبادئ كل شريعه سويه في الدنيا. وبالتالي فعلا القضاء دوت كان محل نقد من قبل اغلب فقهاء القانون في مصر. ليها برضه قضاء تاني للمحكمه. دلوقتي احنا متفقين على ان في شرط اسمه حسن السمعة. طيب بالنسبه لتقدير الشرط ده بقى كفايه الشكوك ولا لازم يكون حد عايز يتكلم؟ بالنسبه للوظائف العامه امورك سمع صوتك. الوظائف العامه ماشي شكرا اتفضل. ما بتنظرنا كده. هو معلش يعني هو مش عشان حاجه غلط احنا ماشيين عليها فما نقولش عليها غلط. لا طبعا. طيب نكمل. بالنسبه مدى اشتراط وجود دلائل جديه قاطعه على الشرط ده. هل يكفي مجرد الشبهات؟ يعني كفايه ان احنا مثلا نقول ان الشخص دوت سمعته سيئه بشبهات، ام لازم يكون في دلائل جديه قاطعه؟ دليل غير القرينه. القرينه ما بتؤديش للقطع. يعني ايه شيء مش قاطع؟ احنا ما نعرفش على وجه اليقين، انما الدليل في يقين نسبي. طيب المحكمه برضو في خلاف. عندي اتجاهين قضائيين. الاتجاه الاولاني بيقول أن التدليل على سوء السمعة لا يحتاج لدليل قاطع، وإنما يكفي في هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية تلقي بظلال من الشك
على توافرها حتى يتسم الموظف العام بعدم حسن الصوت. حتى يتسم الموظف العام بعدم حسن الصوت. هل ده أمر يكفي فيه لا يحتاج لدليل قاطع؟ انت بتتكلم عن ايه؟ عن حرمان شخص من تولي الوظيفة العامة. انتوا عارفين يعني ايه حرمان شخص من تولي الوظيفة العامة؟ لو احنا قلنا ان الوظائف العامة هي حق المواطنين على اساس الكفاءة والجدارة، ده معناه ان انت بتنتقص من الاهلية الادبية للشخص، صح؟ انتوا عارفين ان انت عشان تباشر مثلا الحوارات السياسيه لازم تكون متمتع بأهليتك الادبيه، يعني ما صدرش عليك حكم جنائي او كده، فانت هنا بتحرمه من ضغوط الوظيفه العامه، ها، بناء على شبهات. هل امور زي ديت دي عقوبه ولا مش عقوبه؟ تعتبر عقوبه ولا ما تعتبرش عقوبه؟ طيب، بناء على شبهات. فانا برضو ان القضاء دوت في نظري جدير بالنقد. وفي اتجاه تاني حق الآن المحكمة الإدارية العليا بتستلزم وجود دلائل قاطعة لها أصول مادية كلية. طبعا الاتجاه الثاني هو الاتجاه الأولى بالإيه؟ بالتأييد. لو احنا جينا نتكلم في الشرط دوت هتلاقي إن بعض الناس ممكن يقول لك إيه؟ طب ما هو مثلا واحد في بيئة زي ليه؟ طب ما هو ممكن مثلا مستقبلا لما يجي يمسك، هو لغايه دلوقتي ما عملش اي بلوى، ما عملش اي نصيب، بس انا ايش ضمنني بقى انه يجي مستقبلا بعد ما يمسك وظيفه معينه او يبقى له مركز معين يعمل لي بلاوي؟ انا ايش ضمنني بقى؟ ارد انا عليه واقول له انت في دوله المفروض اللي يضمنك هو وجود اليات للرقابه والمحاسبه، هي ديت اللي بترضع الشخص ان هو يرتكب الجريمه. اما الاعتماد تقول لي مثلا ده مش عارف متربي تربيه كويسه ومتربي مش عارف على تقاليد ايه وما تنتهيش على راسنا. واحنا ايش على راسنا؟ كويس؟ دي الامور ديت الضامن ان الموظف العام لا ينحرف في وظيفته هو ايه؟ وجود اليه للرقابه والمحاسبه تسمح بالرقابه والمحاسبه. والمفروض ان كل وظيفه او كل موظف بيخضع للرقابه والمحاسبه في شغله، وبالتالي لو انحرف ساعتها عاقبه بناء على ايه؟ على انحرافه. انما انت ما تجيش تقول لي مثلا مستقبلا، ايه المستقبل؟ يعني ايه المستقبل؟ مش فاهم. يعني انا عاقب على واحد، اعاقب واحد عن فعل انا متوقع انه يرتكبه مستقبلا؟ ده كلام منطقي؟ طيب، الشرط السادس. الشرط السادس الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبه جنائيه. بس لازم حسن السمعه
لما نيجي ننفي الشرط دوت، اولا هو حسن سمعه الشخص مش حسن سمعه حد تاني، دوت رقم واحد. اتنين، ان انت عشان تشيل حسن السمعه من على شخص يعني تشيل اهليته الادبيه، تشيل اعتباره في وسط الناس، يبقى لازم ان انت تستند لدلائل جديه، دلائل قاطعه. انا اسف، دلائل ايه؟ قاطعه. طيب نكمل. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية؟ لا، طبعا صحيح الحالة الجنائية لو عنده حاجة. طيب ماشي. طبعا أي حد بيجي يعني. طيب هو ده اللي يعني ما فيش قرار ده أصل. طيب ماشي. يا جماعة ثواني. احنا في القاعة ديت عددنا كبير جدا، لو سمحنا كل واحد انه يقول كلمة مش هنخلص، ومش هنقدر نتقدم صفحة واحدة في المادة. لما نيجي نفتح حلقة الحوار هنقول احنا في الموضوع دوت هنفتح حلقة الحوار، اللي عايز يتكلم يرفع ايديه ونديله الكلمة، انما الكلام بطريقة عشوائية لا يصح، مش عارف مش عارف نتكلم. ماشي؟ طيب، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية؟ ده شرط منطقي ومبرر. عندي نص المادة 14 بيقول لي يشترط في من يعين في إحدى الوظائف ما يلي: ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار. يبقى أنا عندي الحكم بعقوبة جناية، الحكم بعقوبة جناية أيا ما كانت الجريمة بقى، دوت مانع من التعيين في الوظائف الإيه؟ العامة. الحاجة التانية بالنسبة لعقوبات الجنى، الشخص اتحكم عليه بعقوبة جنى، لازم الجنحة عشان يمنعه من التعيين في الوظيفة العامة تكون مخلة بالشرف أو الأمان. عندي استثناء على الحكم عليه بعقوبة الجناية وعقوبة الجنحة اللي هو حالة رد الاعتبار، لو الشخص دوت رد له اعتباره يجوز له التعيين فين؟ في الوظائف العامة. طيب، أول حاجة احنا متفقين مع بعض إن موضوع الجناية متهيألي دوت منع من التعيين في الوظيفة العامة، ده عقوبة كبيرة شوية. عقوبة كبيرة، فصارت جريمة عظيمة يعني على قدر معين من الرأي. بالنسبة للجرائم المخلة بالشرف والأمان، اولا احنا ما عندناش تعريف جامع مانع في القانون المصري للجرائم المخله بالشرف والامان، فتعرفتها المحكمه الاداريه العليا وقالت لي ان هي الجرائم التي ترجع لضعف في الخلق وانحراف في الطلب. طبعا معلش برضه كلمه ضعف في الخلق وانحراف في الطبع ده ما عندناش تعريف جامع مانع كويس، ده الموضوع بيخضع للايه؟ للتقرير. المهم المحكمة كان اعتبرت ان اصدار شيكات بدون رصيد دي جريمة مخلة بالشرف والامان، وصلات الامانة دي جريمة خيانة ايه؟ الامان. طيب القانون الجديد استثنى حالة واحدة اللي هي حالة رد الاعتبار. القانون السابق اللي هو 47 لسنة 78 كان بيستثني حالة طالما العقوبة بوقف التنفيذ، كان بيستثني حاجتين. اول حاجة اقتران العقوبة بوقف التنفيذ، يعني العقوبة معاها وقف تنفيذ ديت ما تمنعش من التعيين في الوظائف العامة. اثنين، اذا كان الحكم الاول مرة يعني اتحكم عليه بوقف جنحة لاول ايه؟ لاول مرة، جنحة مخلة بالشرف والايه؟ والامان، الا اذا قدرت لجنة شؤون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروفه ان تعيين الشخص اللي اتحكم عليه لاول مره بعقوبه جنحة في جريمه مخله بالشرف والامانه بيتعارض مع مقررات المصلحه العامه او طبيعه العمل. لو انا جيت قارنت بين النص دوت والنص السابق اللي هو النص الجديد والنص السابق، هنلاقي ان النص الجديد اقصر تقييدا يعني مقيد. وخلي بالكم انا عايز اقول لكم حاجه، ان شروط التعيين في الوظيفة العامة هي شروط ابتداء واستمرار، يعني الموظف بعد كده قدام اسباب انهاء الخدمة دوت سبب من اسبابها ليه؟ لان ده شروط تعيين وايه؟ واستمرار. طيب
انا وجهه نظري انا الشخصيه في مقام المفاضله ان النص القديم بتاع القانون القديم احسن. ليه؟ اولا يعني ايه العقوبه مقترنه بالوقت في التنفيذ؟ يعني اولا العقوبه اقل من سنه، السجن اقل من ايه او الحبس انا اسف اقل من سنه. ده واحد. اتنين، ان القاضي افضل من واقع ظروف القضيه اللي قدامه ان هذا الشخص ليس بالضروره مجرما، ان الشخص ده مش مجرم، وانما في ظروف معينه هي التي احاطت به ودفعته لارتكاب الجريمه، الظروف دي كانت اقوى من ارادته. القاضي بيعتبر ان هذا الشخص معذور، بيعتبر ان هو ايه؟ معذور. طب اذا كان القاضي قدر ان الشخص ده معذور وان في ظروف معينه هي اللي دفعته لارتكاب الجريمه وان هذا الشخص ليس بطبعه مجرما، يبقى انا ما احطش كل ده باعتباري وافتح له باب للاستثناء؟ مش منطقي في وجهه نظري على الاقل. اثنين، زي ما احنا شايفين ان جرائم المخله بالشرف والامانه دي ما لهاش حاجه تعريف جامع مانع. يعني مثلا دلوقتي كل الشعب المصري انت بتروح تشتري ثلاجه او بتروح تجيب عربيه او بتروح تجيب مثلا ايه غساله او تعمل اي حاجه، بتروح تعمل ايه؟ بتوقع اصالات امان. طيب افرض مثلا انت ما سددتش قسط في ميعاده، مثلا الميزانيه قصرت معاك ولا حاجه، ايه اللي هيحصل؟ جرم خيانه امان. خيانه امان في النهايه جريمه مخله بالشرف والايه؟ والامان. يعني اتفصل؟ ها؟ وفقا للنص الجديد هيتفصل، ولو حاجه زي كده عليه يبقى ما يتعينش اصلا. طيب مش النص القديم كان احسن؟ اللي هو بيقول لا لو اول مره يبقى الشخص دوت ايه؟ يبقى الشخص دوت هنعتبر ان هي صدرت منه هفوه كده، الا اذا يعني احنا فاتحين كمان باب للحفاظ على المصلحه العامه اللي هو ايه؟ قدرت لجنه شؤون العاملين بقرار مسبب من واقع الحكم واسبابه ان تعيين الشخص دوت يتعارض مع مقتضيات الايه؟ الوظيفه العامه او مع مقتضيات المصلحه العامه او طبيعه العمل. يبقى النص السابق كان اكثر مراعاه، صح ولا مش صح؟ طيب رابعا، الا يكون قد سبق فصله من الخدمه بحكم او بقرار تاديبي نهائي. خلينا بعد الايه لما نفتح جلسه الحوار في اخر الموضوع بس نمشي. الا يكون قد سبق فصله من الخدمه بحكم او بقرار تاديبي نهائي. الماده برضه اللي هي نفس الماده اللي هي الماده 14 قالت لي الا يكون قد سبق فصله من الخدمه بحكم او قرار تاديبي نهائي ما لم تمضي على صدوره 4 سنوات على الاقل. احنا بنتكلم حالة فصل. الفصل هو قرار صادر من السلطات التأديبية بناء على ايه؟ على ارتكاب الشخص لايه؟ لجريمة تأديبية. وانا بصراحة شايف ان مين اتفصل من الوظيفة العامة بحكم زي ما هو ايه؟ بحكم او بقرار تأديبي، ده ما يرجعلهاش خالص. يعني انت جاي تفتح لي جاي مثلا في الحالات اللي تستحق المراعاة وتقفلها، وحاله مثلا ما تستحقش المراعاه وجاي تفتحها، الشخص اتفصل بحكم من المحكمه او بقرار تقديمي نهائي من مجلس تقديمي. ده يبقى معنى كده عمل حاجه بسيطه؟ ده يبقى ارتكب مصيبه سودا. ارجعه بعد 4 سنين، بعد 4 سنين وواحد مثلا تاني راح مثلا مضى وصل امانه والراجل اشتكاه فطلع مثلا عليه حكم مع عقاب التنفيذ، او هنفصله او ما عينوش اصلا؟ ما كلام مش منطقي برضه. اللياقه الصحيه، اللياقه الصحيه دوت بتتحدد لازم يكون الشخص قادر على القيام باعباء الوظيفه. اللياقه الصحيه للشخص بتتحدد على ضوء الوظيفه اللي بيشغلها. يعني مثلا واحد في وظيفه مكتبيه ومثلا عنده مرض مثلا ايه؟ مرض السكر مثلا او الالتهاب الكبدي الوبائي اللي عند نص المصريين دوت ينفع دوت مثلا يعوض من التعيين؟ لا. ها؟
ها؟ ليه؟ لأن لا يتعارض مع مختبرات الايه؟ الوظيفة، لا يتعارض مع طبيعة الايه؟ مع طبيعة العمل. طيب، يهمنا أقول لكم إن القانون الجديد عممها على كل الايه؟ على كل الوظائف. القانون السابق كان بيستثني المعينين بقرار جمهور، وفي الحقيقة الاستثناء ما كانش ليه محل، لا في القانون السابق ولا الجديد. لو واحد نظره ضعيف، اولا انت طلعت كده على طول من غير ما تطلب الكلمه. اسمعني، وده غلط. انا مش هرد على سؤالك لانه جاء في غير محله. سمعت كلامي؟ انا اديتك الكلمه اللي انت بتتكلم. لو كل واحد، انا اذنت لك، لو كل واحد يتكلم بالطريقه دي هنخلص؟ دكتور خلاص مفيش معنى. مش معانا في الدبلومه اصلا. مش معانا في الدبلومه؟ مش معانا. هو قبل كده اتكلم برضه قدام حضرتك مش معانا. خلاص يا جماعه، خلاص الموضوع ده هنشوفه بعدين. الاستاذ هيتقيد بقواعد المحاضره لغايه اخرها، صح ولا ايه؟ بس هو لازم خلاص خلاص انتهينا. ماشي انتهينا، نكمل. خلاص خلاص، استيفاء اشتراطات شغل الوظيفه الاخرى. انتوا عارفين احنا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان قانون الخدمه المدنيه اوجب حاجه اسمها عمليه توصيف الوظائف. يعني ايه توصيف الوظائف؟ يعني تقول كل وظيفه تنتمي لايه؟ انه مستوى، وايه هو عملها، وايه هي الشروط المتطلبه في من يشغلها. يعني كل وظيفه ممكن تكون ليها شروط ايه؟ شروط خاصه. يعني مثلا عضو هيئه التدريس في الجامعه لازم يكون معاه ايه؟ دكتوراه. طيب هل دوت مثلا يخالف مبدا المساواه بين المواطنين ولا الكلام ده؟ لا، كل وظيفه ليها شروط معينه فيما يشغلها. مثلا بالنسبه للجماعه مثلا اللي شغالين في الشرطه او الجيش، طبيعي ان هو يتفضل ان هم يكون عندهم مواصفات بدنيه معينه، فيحط مثلا في اختبارات القبول ان هو مثلا يعدي اختبار رياضي معين. بالنسبه مثلا الناس اللي شغالين مثلا في سيكيورتي في اي مكان الجهاز الاداري للدولة، نفس الموضوع. طيب، اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. المادة 12 من قانون الخدمة المدنية بتقول لي إن شغل الوظائف بيكون عن طريق امتحان مركزي. بينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق لجنة للامتحان بيشرف عليه الوزير المختص اللي هو وزير مين؟ التخطيط والمتابعة والإشراف التعليمي. طيب هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل قدام. ألا يقل السن عن 18 سنة. القانون السابق كان بيقول 16. وفي الحقيقة إن إحنا لازم نعدلها ل 18 دوت كان ضروري. ليه؟ لأن قانون الطب كان بيقول لي إن سن إن شخص بيفضل طفل لغايه 18 سنه، فمش معقول ان احنا كنا عاملين عين اطفال، وبعدين 16 سنه برضه سن صغير جدا. في القانون السابق 16 سنه كان سن صغير جدا. فالارتقاء بالسن 18 سنه يتماشى مع ايه؟ يتماشى مع قانون الطفل، ويتماشى مع نص الدستور، نص الماده 80 من الدستور اللي بتقول لي يعد طفلا كل من لم يبلغ الثمانيه في 10 من عمره. طيب التعيين في الوظائف العامه. أو التعيين في الوظيفة العامة. أنا عندي قاعدة معينة للتعيين في الوظيفة العامة. التعيين في الوظيفة العامة أصبح بطريقة المسابقة. أصبح بطريقة إيه؟ المسابقة. المسابقة دي ممكن تكون بامتحان باختبار، وممكن أن تكون بدون اختبار. دي الأصل، هو ده الأصل العام. إن التعيين في الوظائف العامة بقى في القانون الجديد عن طريق المسابقة. في استثناءات على كده. في عدد من الاستثناءات. وبجواب هذه الاستثناءات كان القانون الجديد
بيحاول انه يقفل باب معين اسمه باب التعيين من الداخل. باب التعيين من الداخل اللي هو كان الناس اللي بتحصل على مؤهلات دراسيه معينه اثناء شغلهم للوظائف، فكان القانون بيتيح لهم ان هم يتقدموا على الوظائف الشاغره في الوحدات اللي هم بيعملوا فيها بدون شرطي الاعلان والامتحان. ماشي. كمان كان في موضوع العماله المؤقته، مدور كان حاجه من اكثر الهموم اللي بتقابل الشعب المصري كله. فاحنا عشان كده في معجدنا للتعيين في الوظائف هنشوف الاساس العام اللي هو تبني المصفى كاساس عام لشكل الوظائف العامه، ديت في المطلب الاول. ثم نتولى في المطلب الثاني بيان الاحكام الخاصه بالتعيين في بعض الوظائف غير طريقه الامتحان. بالنسبة لتبني المصفى كأساس لشكل الوظائف العامة، يهمني ان انا اقول لكم ان المسابقة ايه هي المسابقة؟ المسابقة هو اسلوب يسمح لكل من تتوافر فيه الشروط ان يتقدم. مبدأ العمومية، كل من تتوافر فيه الشروط يقدر ان هو يتقدم. طيب ولازم بيسبق المسابقه ديت اعلان. طالما انت بتكلمني عن مبدا العموميه ان كل واحده هتتوافق في الشروط يتقدم، يبقى انت لازم قبليها تعلن عن هذه الوظائف او تعلن عن هذه المسابقه بغرض ان يعلم كل من تتوافق فيه في الشروط. طيب لو ما اعلنتش يبقى المسابقه اللي انت هتعملها باطله وغير مشروعه. طيب المسابقة بتتميز عن الاختبار، يعني هي المسابقة ممكن تتم باختبار او بدون اختبار، دي هو جوه المسابقة. بس في وسيلة منظمة للمسابقة، وسيلة تانية اسمها الاختبار، دي وسيلة لوحدها. الاختبار دوت عبارة عن امتحان بيعديه المتسابقين، اللي بينجح في الامتحان يخش الوظيفة، اللي ما بينجحش ما بيخش. اما المسابقه ايه المشكله اللي فيها؟ لا، المسابقه بيبقى فيه عدد محدود بس، فمش كل من هينجح هيخش، ده احنا لازم نرتبهم ونشوف احنا عايزين كام واحد وناخد الايه اللي احنا عايزينه. يعني معنى كده ان في ناس هتنجح ومش هتخش. ديت المسابقه ودوت الايه الاختبار. طيب المسابقه كمان لازم تتم على اسس موضوعيه للاختيار، يعني الاختبار مش لازم المسابقة، يكفي ان انت يكون عندك اسس موضوعية للاختيار غير الاختبار، والاختبار اساس موضوع للمسابقة. يعني الاختبار ده اساس موضوعي من ضمن الاسس الايه الموضوعية. بمعنى انت ممكن مثلا تيجي تقول انا عاقد باعلى مؤهل او اعلى مرتبة في الحصول على المؤهل، ده موضوعي ولا شخصي؟ ده موضوعي. وممكن تيجي تقول اخد باختبار، هنعمل اختبار، ده موضوعي ولا شخصي؟ موضوعي. دي كلها اسمها ايه؟ اساليب موضوعيه. لا يعيب المسابقه ان هي تتبنى اساليب ايه؟ موضوعيه. انما مثلا نيجي نقول مثلا ايه؟ انا هاخد اللي ساكنين في مكان معين بس. ما ينفعش. طيب المسابقه عالميا هي من افضل الطرق لتولي الوظائف العامه لسببين. اولا بتحترم مبدا تكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفه العامه. الوظيفه العامه هي قلنا ايه فلسفتها؟ حق للمواطنين على اساس الكفاءه والايه والقدر. وبالتالي افضل وسيله لاحترامها هي الايه المسابقه. الثاني ان المسابقه بتسمح باختيار افضل العناصر. هي الوظائف ما هياش حق شخص الافراد، ده هي حق ايه؟ حق للناس كلها. فعشان كده هي مقيده بمبدا اختيار الافضل اختيار الايه؟ الاصعب.
زيها زي العقود الاداريه اللي بتدوس معايا عقود. هي مقيده برضه بمبدا اختيار الافضل اختيار الايه؟ الاصل. فالمسابقه من جهه بتحترم مبدا تكافؤ الفرص بين المواطنين ما فيهاش لا تقوم على اسس غير موضوعيه في الاختيار من جهه، ومن جهه ثانيه ان هي بتسمح بالوصول لافضل العناصر اللي تعينها. وهو دوت المفهوم الاوروبي للوظيفه الايه؟ للوظيفه العامه، ان احنا عايزين افضل الوظائف نعينها. طيب بالنسبه للمسابقه في فرنسا مش لازم تعرفوها قوي، انتوا عبقريتكم وصلتش لدرجه فرنسا يعني، فاحنا عندنا نعمل عليها اكس وقراءه. احنا عندنا موضوعات كتيره ففي حاجات ايه؟ طيب هنبدا من اول اما في مصر صفحه 94. صفحه 94 اما في مصر. في مصر الوضع كان عامل ازاي في القانون 47 سنه 98؟ عشان كده احنا قلنا ان القانون دوت كان في حاجه فعلا للتغيير. القانون كان يعني ايه؟ ديمو دي، كان القانون ادم خالص، يعني بقى ايه؟ يعني تخلف خالص عن عرف التطور. القانون 47 سنه 78 كان يعتبر برضه المسابقه هي الاصل بين شكل وظيفه العمل. ولكنه كان جاء بالعديد من الاستثناءات على الوسيله دي. طبعا الاستثناءات كل ما المدى كل ما الزمن بقى يتقدم بدات الاستثناءات توسع 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 لغايه ما في الاخر بقت الاستثناءات هي القاعده العامه في شكل الوظائف في مصر. عشان كده المشرع في القانون الجديد حاول ان هو يعيد صياغه الايه؟ الموضوع ده. اولا احنا هنتناول المسابقه كاساس للتعيين في الوظائف العامه. وبعد كده هنتكلم عن الامور اللي اسقطها المشرع في القانون الجديد اللي هي قفل باب التعيين من الداخل ومحاوله حكم موضوع العماله المؤقته. المسابقة ليها نوعين، في مسابقة باختبار وديت للتعيين في أدنى الدرجات، وديت إن أنتوا كلكم مستنيين تتعينوا عليها على النظام ده اللي هو نظام التعيين في أدنى الدرجات، ديت بتبقى بإيه؟ باختبار. وفي مسابقة بدون اختبار ديت بالنسبة لشاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية. طيب بالنسبة للمسابقة باختبار عندكم نص المادة 12 في صفحة 96 في أوروبا. المادة دي اللي يقراها يستنتج منها ان هي جابت نظام مركزي في التعيين. نظام المركزية دي تتبدى عناصرها من خلال ثلاث حاجات. أول حاجة مركزية الإعلان. في إعلان مركزي. وفي مركزية للاختبار وفي مركزية لنظام التعيين. أول حاجة مركزية الإعلان. مركزية الإعلان. اسكت. المادة 12 بيقول لي إن التعيين بيكون من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنة البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شكلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. يعني في إعلان مركزي. إعلان بيتم عن طريق الدولة المركزية أو السلطة المركزية
لكل المخاطبين بالايه؟ بالاعلان، لكل شعب الدوله. مش هي وسيله المسابقه، احنا هنفتح المجال لكل الناس. طيب الاعلان، وده جديد في القانون، بيتنشر على موقع بوابه الحكومه الايه؟ الالكترونيه. هنا القانون تبنى النشر على موقع البوابة الإلكترونية كوسيلة للإيه؟ كوسيلة للعلم. وده حاجة مهمة جدا. انتوا عارفين كقانونيين ان لازم وسيلة العلم تكون معتبرة قانونا. احنا ليه بنقول ان النشر في الجريدة الرسمية او في النشرات المصلحية او المصلحية ده بيوفر العلم للأفراد؟ لان في نص قانوني في مجلس الدوله هو اللي بيقول ان النشر يكون في الوسائل دي. النص القانوني عندي هنا بيقول ان النشر فين؟ على الموقع الالكتروني. لو اتنشر في حته ثانيه على طول يبقى الاعلان ما تمش، ودوت في الاخر هيؤدي لعدم مشروعيه الايه؟ المسابقه. طيب لان طبعا دي كلها اجراءات مبنيه فوق بعض، اي حاجه بتحصل هتؤدي في الاخر تجيب عيب في القرار النهائي الصادر بالايه؟ بالتعيين. النص المادة 17 من القانون 47 سنة 78 اللي هو القانون اللي فات كانت تنص على التزام، بصوا خلي بالكم، الوحدات بالإعلان عن الوظائف الخالية بها في صحيفتين يوميتين على الأقل. شوفوا هنا النص بتاع القانون اللي فات 47 كان الإعلان على مستوى الإيه؟ الوحدة اللي هي الإيه؟ الوزارة او الجهاز او الهيئه العامه. ده هنا الاعلان ايه؟ بيكون مركزي. احنا هنعمل اعلان عن كل الوظائف المتاحه عندنا ونعمل مسابقه مركزيه كل الناس يخشوا فيها، وبعد كده الدوله هي اللي تتولى توزيعهم على الايه؟ على الوحدات. ماشي. طيب طبعا تبني النشر على الموقع الالكتروني دي حاجه مفيده جدا. اولا الموقع الالكتروني موجود على طول، الناس تقدر تخش عليه في اي ايه؟ في اي وقت غير الصحف الايه؟ اليوميه. طيب الاعلان دوت لازم يشتمل على ايه؟ على توصيف عام للوظيفه المراد شغلها، سواء من ناحيه العمل موضوع الوظيفه او من ناحيه مستوى الوظيفه والمجموعه الوظيفيه التي تنتمي اليها. طيب الشروط، شروط الاعلان يجب ان تكون محدده بطريقه ايه؟ موضوعيه، بحيث تتسم بحيث تسمح هذه الشروط باقامه تنافسيه بين كل الناس. عشان كده نلاقي مثلا المحكمه الاداريه كانت هيئه النيابه الاداريه والشهر العقاري مناسبين اعلان عن وفقا لاحكام القانون دوت او للقرار بالقانون اللي فات اللي هو نفس النصوص بتاعت القانون دوت، وقصروا التقدم على شاغلي القاهرة الكبرى. فالطعن على المسابقة دي قدام محكمة القضاء الإداري، ومحكمة القضاء الإداري فعلا أبطلت الإيه؟ المسابقة. ليه؟ لأنه أوجد معيار غير موضوعي. أنت على أي أساس لو إحنا بنقول مركزية ومركزية إعلان ومركزية اختبار، على أي أساس تقصره على مجموعة معينة من قاطني الدولة؟ مش الوظائف العامة حق لجميع المواطنين على أساس الكفاءة والقدرة؟ يبقى إذا أي حاجة، أي شرط غير موضوعي في الإعلان هيؤدي لإيه؟ لبطلان. طيب كمان في حاجة تانية، نص المادة 12 بيقول إن الإعلان خلال شهر يناير ويوليو من كل سنة عند الحاجة، ولازم ما تقلش مدة الإعلان والتقديم عن شهر. لو انت جيت بصيت في النص ده وحاولت تفسره هيقول لك ايه؟ عند الحاجه، الوقت عند الحاجه. اولا الدوله مش ملزمه ان هي في كل شهر يناير ويونيو ان هي تعلن، هي بتعلن امتى؟ عند الحاجه. لازم يكون عندها درجات وظيفيه فاضيه، وتكون الدرجات الوظيفيه دي يعني استنى ما يتجمعوا، لان احنا هنعمل ايه؟ هنعمل اعلان مركزي ومسابقه مركزيه لكل الناس، هنعملها على وظيفتين ثلاثة. طيب لو عندها، لو الدولة فعلا عندها وظائف فاضية يبقى لازم تستنى في شهر ايه؟ وهي تعلن، يبقى لازم تستنى في شهر يناير ويونيو. ودوت يعني معنى كده ان
انتظر الوظائف الاليه الجديده فعلا احسن من الاليه اللي فاتت. انت عندك الموقع الالكتروني وعندك شهرين بالظبط، شهرين بس هما اللي بتخش بيهم وتبقى متابع بيهم الايه؟ الموقع، والموقع موجود 24 ايه؟ 24 ساعه. دوت احسن بكتير من الصحف الايه؟ اليوميه. طيب بالنسبه لمركزيه الاختبار، القانون 81 بيقول المستعين بيتم من خلال اختبار او من خلال امتحان بينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والاداره من خلال لجنه الاختبار، وزير التخطيط ليه سلطه الاشراف على اجراء هذا الايه؟ هذا الامتحان. وفي الحقيقه لو انت جيت بصيت لمسابقات الوظائف العامه في انجلترا وفرنسا هتلاقي بتتم الامتحان. عارفين ليه؟ لان الامتحان وسيله موضوعيه، من احسن الوسائل الموضوعيه لترتيب الايه؟ المتسلطين. بس يا رب الايه؟ الاسئله بتاعت الامتحان ما تتسلطش. طيب يكون التعيين، طيب انت عندك الناس دخلت الامتحان، عندك الناس دخلت الامتحان، عدد معين نجح، احنا عندنا عدد معين من الوظائف بس اللي عايزينه، هنرتبهم ازاي؟ هنحدد الاولويه ازاي؟ هناخد ازاي بين اللي نجحوا؟ الترتيب هيكون على كالتالي، هيكون بحسب النتيجه النهائيه في الامتحان. طيب عند التساوي في النتيجه النهائيه للامتحان هيكون الاولويه للاعلى في مرتبه الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفه. يعني مثلا احنا الاثنين جبنا زي بعض في الامتحان، انت معاك ماجستير وانا معايا ليسانس، المؤهل المطلوب لشغل الوظيفه وفقا للامتحان هو الليسانس، يبقى معيار المفضل مين فينا لجهه الليسانس تقدير اعلى، تساوي الاثنين في التقدير، يبقى ساعتها الافضليه لمعيار الدرجات، مين فينا اللي جايب درجات اعلى في الليسانس، تساوي الاثنين، يبقى ساعتها نشوف موضوع المؤهل الاعلى، وبعد كده في الافضل تخرجا فالاكبر سر. طبعا الكلام دوت يخالف النص بتاع القانون اللي فات، القانون اللي فات اللي هو قانون 47 كان بيه؟ كان بيخلي المؤهل ليه اولويه على المؤهل الاعلى ابدا من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفه. يعني مثلا القانون اللي فات كان اللي معاه ماجستير يبقى يفضل على اللي معاه ليسانس، حتى لو اللي معاه ليسانس درجته اعلى في التقدير بتاعه من اللي معاه ماجستير. طيب يمين اقول لكم ان في القانون اللي فات الامتحان ما كانش لازم، ده السلطه الاداريه او السلطه المختصه كان ليها الخيار، كان بايديها الخيار بين ان هي تقول الوظائف ديت هيتم شغلها بامتحان وديت مش هيتم شغلها بامتحان. بالنسبه للي مش هيتم شغلها بامتحان هيكون ازاي في اساس موضوع المفضله؟ قال لك عندنا حاجه من الاثنين، يا اما الوظيفه بتعتمد على مؤهل، ساعتها يبقى الاولويه لايه؟ للي معاه مؤهل اعلى، يا اما الوظيفه بتعتمد على مدة على الخبره، ساعتها يكون الاولويه للي عنده مدة خبره ايه؟ اكتر. انا بصراحه شايف ان الامتحان احسن. انا بوجهه نظري انا شايف الامتحان احسن. طيب مركزيه قرار التعيين. يبقى احنا دلوقتي شفنا عندنا مركزيه في الاعلام ومركزيه في الاختبار، ودلوقتي هنشوف مركزيه في التعيين. يعني ايه مركزيه التعيين؟ القانون اللي فات كان بيجعل التعيين بيدين السلطة المختصة. مين هي السلطة المختصة؟ اللي هي الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المحافظ بالنسبة للإيه؟ للمحلية. المحافظ محافظتها. القانون الجديد قال لي لا، قرار التعيين بيجي من رئيس الجمهورية. طيب لو احنا جينا بصينا ليه قرار التعيين جاي من رئيس الجمهورية؟ المبرر المعلن ان دوت هيحقق رقابه اكثر على الايه؟ على امتحانات الدخول في الوظيفه العامه او على التعيين، عشان في فساد كبير جدا في التعيينات، وبالتالي تدخل رئيس الجمهوريه هيحد ان الايه؟ من الفساد. انا في وجهه نظري كفقيه قانوني شايف ان الامتحان احسن.
شايف ان دوت يعني ايه ملوش مبرر وان التشدد ملوش مبرر. ليه؟ لعدة اسباب. اولا هل في هيكون في فعلا رقابه حقيقيه لمؤسسه الرئاسه على التعيين في ادنى درجات السن الاداري للدوله؟ يعني مثلا موظف هيتعين مثلا مش عارف على الدرجه الكام، هي بتبدا من كام؟ الرابعه يا استاذ. الرابعه يا استاذ. في المحليات هو رئيس الجمهوريه هيراقب على الامتحانات، هيراقب على التعيينات دي. ها؟ ده من وجهه نظري حاجه اسمها اغراب في المركزيه. يعني انت بتخليني نظام مركزي زياده عن اللزوم. طيب ممكن نقول ان نص الماده 12 دوت بيتماشى مع نص الدستور الماده 153 صفحه 101. اقروا الماده 153 تحت الدستور. وبالتالي ممكن يكون نص القانون الجديد متماشي مع نص الايه؟ الدستور او تطبيق له. لكن الحقيقه ان في القانون السابق كان النص موجود برضه. بس كانت سلطه التعيين بايدين مين؟ السلطه المختصه، ومحدش قال ان النص غير دستوري. ليه؟ لان احنا صرفنا عباره الموظفين المدنيين على ان هي المقصود بيها كبار الموظفين الايه؟ المدنيين، انما رئيس الجمهوريه هيقعد يعين كل موظف في الدوله مهما كانت الوظيفه. ما هو دوت هيأدي خلي بالكوا البطء في القرارات. يعني عقبال ما القرار يروح مؤسسة الرئاسة يقعد بقى نخش بقى في السجلات بقى وفاضل والقرارات اللي قاعدين لازم تتمضى وقرارات محل دراسة وقرارات يعني مهمة جدا. طب ما ده هيأخر الموضوع. طيب غير كده وغير كده احنا الدستور الجديد متبني قاعدة جديدة لتوزيع الاختصاصات بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. فهو بيدي رئيس الجمهورية الهيمنة في أمور معينة اللي هي أمور الدفاع، السياسة الخارجية، الأمن القومي. طيب أمور الإدارة الداخلية اللي هي الأمور الداخلية الهيمنة فيها مجلس الوزراء. الهيمنة فيها مجلس الوزراء. طيب هل تعيين الموظفين في أدنى درجات السلم الإداري للدولة دي من أمور الدفاع القومي؟ ها؟ ولا من الامور الامن القومي ولا من لا. فبالتالي انا برضه شايف ان النص مش مرجوع قوي. ثلاثه حاليا دلوقتي كل الدول ماشيه في اتجاه دعم اللامركزيه. انتوا عارفين المركزيه النظام المركزي دوت بيبقى فيه تفاصيل كتير، تعقيدات روتينيه كتير، بيبقى مغرق في البطء وفي التفاصيل. عشان كده كل دول العالم بتحاول ان هي تدعم اللامركزيه. فعشان من الوجهه دي برضه النص دوت يبدو ايه؟ منتقد. وعلى كل الاحوال القانون بيقيس التفويض. طب ولما بيقيس التفويض بتحطه ليه اصلا؟ طيب كمان القانون الجديد 81 لسنه 2016 كان اسقط عباره كانت وارده في القانون السابق. القانون السابق بيقول ان بالنسبه للموظف المعين تحت الاختبار اللي هم اول 6 شهور تعيين لا يجوز نده او اعارته او منحه اي نوع من انواع الاجازات سوى الاجازه العارضه. نص القانون الجديد اسقطها. وفي الحقيقه انا مش عارف ليه القرار بالقانون السابق 18 لسنه 2015 كان جايب النص ده. أول الانضباط معناه مثلا ان احنا ما ندهوش اي اجازه سوى الاجازه العارضه. طب الراجل مثلا حصلت له حادثه مرضي ولا بتاع ما ياخدش اجازات مرضي؟ وخلي بالكم شوفوا الاطلاق، شوفوا فوق واخدين بالكم من الاطلاق، ولا يجوز منحه اي نوع من انواع الايه؟ الاجازات. طب ده يتماشى مع الطبيعه البشريه. فعشان كده
النص الجديد احسن في انه اسقط الايه الجزء ده. ناخد راحه 5 دقايق ونرجع نكمل. يعني كده على اساس بالنسبة للسيدات والأنسات اللي معانا، أنا عارف إن إحنا بنبدأ المحاضرة مؤخر، عشان كده هما ينفع بعد ما يكملوا المحاضرة المحاضرة الأولاني من أول نص المحاضرة الثانية لغاية النص المحاضرة الأولانية. نكمل من أول نص المحاضرة الثانية. المسابقة بدون اختبار الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الشركة. صف 104. صف 104. صف 104. الحقيقة يبقى احنا دلوقتي شفنا المسابقة اللي هي القاعدة العامة. شفنا المسابقة الاختبار. ديت ليه؟ للتعيين في ادنى درجات السلم الاداري للدوله. في نوع تاني من انواع التعيين اللي هو التعيين بتاع الوظائف القياديه ووظائف الاداره الاشرافيه. دولت بقى مش في ادنى الدرجات، دول في اعلى الدرجات، يعني المفروض الموظف يخش في ادنى درجات السلم الاداري للدوله يقعد يترقى يترقى يترقى. افتحوا الكتاب اخر الملحق اللي ورا. اخر حاجه في الملحق اللي هي الجداول الوظيفي. عندي جدول الوظائف التخصصيه، المفروض ان هو بيخش على الثالثه جيم يفضل يترقى 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 لغايه الاولى الف. من بعد الاولى الف اللي هي مدير عام، ده تعيين جديد. هو بيتعين من اول وجديد على درجه مدير عام. مش ترقيه. درجه عليا المفروض تعيين جديد. يعني المدير العام لما يجي ياخد درجة عليا بيتعين من أول جديد. الدرجة الإيه؟ الممتازة. يعني إحنا بنتكلم هنا على تعيين، بس تعيين بدون اختبار. مش عارفين بقى الناس ديت ناس كبيرة، ناس كبار، نجيبهم بقى نسيبوا القلم ويقعدوا يذاكروا ونعمل لهم اختبار. هما إحنا بنقول إيه؟ ده تعيين بدون اختبار. مسابقة مسابقة، بس مسابقة بدون إيه؟ اختبار. طيب ايه هي الوظائف القياديه وايه هي وظائف الاداره الاشرافيه؟ وهنا عندي حاجه من ضمن الحاجات اللي بيجتنبها الغموض اللي جا بيها القانون دي. عندي القانون 81 لسنه 2016 الماده 2 منه عرفت الوظائف القياديه بان هي وظائف المستويات الثلاثه التاليه للسلطه المختصه والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيميه بالوحدة في المستوى إدارة عامة، إدارة مركزية أو قطاعات وما يعادلها من تقسيمات. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ عن درجة وظيفية لازم شغلها يكون بيرأس ايه؟ يرأس وحدة تنظيمية. يا إما من مستوى إدارة عامة يبقى مدير عام. إدارة مركزية درجة عليا. رئيس قطاع يبقى درجة ايه؟ ممتازة. طيب عندي التسمية ديت اصلا قال ان القانون 5 لسنة 91 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة. كان معرفكم اقروها. صفحة 104. اقروا التعريف بتاعها. القانون القرار بقانون 18 لسنة 2015 كان معرفهم تعريف تاني. ايه هو في اول صفحة 105 لما قال لي وظائف المستويات الثلاثة هي وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، مدير عام، درجة عليا، درجة ممتازة. هو ما كانش بيشترط موضوع ان هم يكونوا فعلا على رأس العمل، يكونوا فعلا على رأس تنظيمات ايه؟ إدارية. وفي الحقيقة في أحوال كتيرة جدا كانت الوظائف دي تمنح بطريقه ايه؟
شرفية دون أن يناظرها فعلا. هو فعلا ما بيبقاش فعلا رئيس إدارة مش رئيس إدارة عامة بالنسبة للمدير العام، ولا بيكون رئيس إدارة مركزية بالنسبة للدرجة العليا، ولا رئيس قطاع بالنسبة للدرجة الممتازة. ده احنا مدينه الدرجة ايه؟ كده درجات شرفية. القانون الجديد قال لي لازم يبقى هو ايه؟ رئيس بيشغل فعلا رئاسة حاجة من التقسيمات دي، وده حاجة كويسة، لان مش كويس ابدا ان انت تقعد تنفق كمان حد درجات وتكون الدرجات ديت من غير ما يناظرها فعلا درجات وظيفية. وانا شايف برضو ان حاجة من الاخطاء ان احنا دايما بنربط كل حاجة بالمعاملة المالية. يعني احنا كنا بنعترف لهم بالدرجات ديت بطريقة شرفية عشان ايه؟ عشان المعاملة المالية. طيب وانت ليه كده؟ طيب ما تفصل المعاملة المالية عن الدرجات دي. بالنسبة لوظائف الإدارة الإشرافية، ودي حاجة من أكثر الحاجات اللي بيختلفها الجمهور. وظائف الإدارة الإشرافية كان القرار بقانون 18 لسنة 2015 استحدثها، جاب لنا حاجة جديدة وقال لنا دي اسمها وظائف الإدارة التنفيذية. سماها وظائف الإدارة الإيه؟ التنفيذية. وظائف الإدارة التنفيذية دي ما كانش منصوص عليها في القانون السابق. القانون 81 سنة 2016 نص على إن هي وظائف المستوى التالي لوظائف الإدارة العليا. الإشكال جاي منين؟ إن نصوص القرار بقانون السابق اللي هو 18/2015 ما كانتش بتبين بدقة ما إذا كان وظائف الإدارة التنفيذية دي اللي هي بقى اسمها الإشرافية في القانون الجديد دي وظائف إدارية جديدة حاجة غير المستوى غير هم قال لي إن هي تحت الثلاث مستويات، يعني تحت مستوى المدير العام. بس هم قال لي ديت هي الأولى ألف ولا ديت حاجة جديدة مش منصوص عليها، يعني حاجة مستحدثة في القانون. الواضح من خلال القانون الجديد إن هو بيعتبرها إن هي وظائف مستقلة غير لغاية الأولى ألف دي، غير لغاية الأولى ألف ديت ما بين درجة المدير العام وما بين الأولى إيه؟ ما بين درجة المدير العام وما بين درجة الأولى ألف. المشكلة جاية من إن القانون، يعني أنا ليه بقول إن هي درجات جديدة؟ لأن القانون قال إن هي بتشغل بطريقة معينة، إن هي بتشغل بطريقة مسابقة زيها زي وظائف الإدارة الإيه؟ القيادية. لكن في الحقيقة احنا لو بصينا على الجدول اللي ورا هنلاقي ان هو مش هتطلع درجة مالية خالص. يعني بصوا على الجدول، جدول وظائف التخصصية، دوروا كده على وظائف الإدارة الإشرافية، في حاجة اسمها وظائف الإدارة الإشرافية؟ طب دي وضعها ايه يعني؟ هي سقطت منهم وهم بيعملوا الجدول مثلا؟ ها؟ هي وضعها ايه؟ انا مش فاهم والله. في القانون السابق انا اللي منكم على الطبعه الاولانيه بتاع الكتاب بتاعي انا كنت اعتبرتها ان هي الدرجه الاولى الف، انا كنت فاكر ان هي الاولى الف. القانون الجديد جاي يقول لي ايه؟ لا دي بتشغل عن طريق الايه؟ التعيين. بتشغل عن طريق التعيين بالمسابقه. الاولى الف بيشغلوها عن طريق الترقيه بالاختيار، يبقى هنا وظيفه الشغل ايه؟ مختلف. يبقى احنا بنتكلم عن وظيفه ايه؟ مختلفه، بس هي مش موجوده في جدول وظائف الإدارة. المهم على كل الاحوال من المنتظر من اللائحه التنفيذيه باذن الله تبقى توضح ايه الموضوع، يعني ده عيب كبير في القانون. طيب الاحكام الخاصه بالتعيين في الوظائف الاداريه عندي نص الماده 17 صفحه 106 ايرو. Thank you.
خلاص فرضت رايكم اللي بعتلي ورقه جاي يقول لي المحاضره الجايه مجلس الوظيفه العامه بمبادره كبير من 6 ل 9 حضرتك موافق؟ يا جماعه خلاص خلونا نتكلم في الموضوع ده بعدين. يبقى نزلتوا اعلان على طول. بقى ان انا مبسوط قوي ان انا شايف الزحمه دي والله. انا حاسس بالدفء، حاسس ان انا يعني ما بين اخواتي. انا مبسوط. خلينا هنا صح وبعدين شايفين بعض وسايقين بعض يعني شايفين بعض كده مصدر رصينه. الحقيقه ان اعتماد اسلوب المسابقه للتعيين في الوظائف التنادية مش حاجه جديده. انا كان عندي اللائحه التنفيذيه للقانون 5 لسنه 91. قانون 5 لسنه 91 هو القانون اللي صدر في شأن الوظائف المدنيه القياديه في الجهاز الاداري للدوله والقطاع العام. اللائحه التنفيذيه بتاعه القانون دوت هي اللي قالت ان التعيين بيكون بايه؟ بمسابقه. انا شايف ان احنا ننص على ان التعيين بمسابقه في صلب القانون ده احسن. ليه؟ لان ده بيضفي على التعيين في الوظائف دي بطريقه مسابقه ضمان. اللائحه ممكن اي حد يقدر يعدلها. يعني اللي اصدر اللائحه يقدر يعدلها بقرارات منفرد. انما القانون عشان يتعدل ده نصيبه ثانيه، لازم يعمل طريق البرلمان اراء ليه واراء ضد ونخش في صراعات. يعني انت شفتوا قانون الخدمه المدنيه عشان يصدر لنا مر بعمليه ولاده متعسره كل يوم هيصدر ده مش هيصدر خناقات مش عارف الحكومه عايزه البرلمان عايز. ف دوت الصعوبه في التعديل ديت دي ضمانه كويس. فعشان كده احسن ان القانون نص على الضمانه دي. اتفضلي عايز تقولي ايه؟ طب انا بختارهم على اي اساس؟ طب شكرا اتفضلي يا عمر. المفروض ان 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 الاعلان ينسب فيه اسس الاختيار بتاعه المسابقه. واسس الاختيار ديت المفروض بتحددها اللائحه التنفيذيه بتاعه الايه؟ بتاعه القانون. بمعنى اولا الاسس لازم تكون موضوعيه مستمده من حاجات زي مثلا شهادات الخبره الدورات التدريبيه اللي حصل عليها في المجال دوت اللي بتؤهله انه يشغل الايه؟ يشغل المكان دوت. لو معاه مؤهلات ثانيه خلي بالكم الاداره كون ان الواحد يشغل منصب في الاداره ده مختلف عن التخصص الفني اللي بيشغله. يعني مش كل دكتور ناجح هيبقى مدير مستشفى ناجح. ومش كل مدرس ناجح هيبقى ناظر او مدير مدرسه ناجح. وبالتالي المسابقه كون ان احنا قلنا ان في مسابقه ده معناها حاجه معينه، لازم تكون في اسس موضوعيه للاختيار. لو كانت الاسس غير موضوعيه يبقى دوت بيخالف نص القانون اللي قال ان في ايه؟ مسابقه. اللي قال ان في لان المسابقه بتفترض الاسس الايه؟ الموضوعيه. طيب. اثنين او ثاني ملاحظه. ان القانون السابق كان بيقول ان بيجري استطلاع راي الجهات الرقابيه على توافر موضوع النزاهه في الشخص الايه؟ المرشح. كان ده شرط. القانون الجديد اللي هو القانون 81 سنه 2016 قال يجب ان يستند الراي بعدم توافر النزاهه الى قرار كافيه واسباب جديه. يعني هو اضاف عباره ايه؟ قرائن كافيه واسباب جديه. طبعا لو جينا نقيمها القرائن غير الادله خلي بالك. القرائن غير الايه؟ غير الادله. وانا مش فاهم يعني مثلا لو موظف مثلا منتشر طب ما انا مسكه هو متنفس براش وخلاص. ها؟ لو احنا موظف عندنا شكوك قويه طب ما نحطه تحت المراقبه ونمسكه هو متنفس صح ولا مش صح؟
طيب على كل الأحوال. القانون أضاف لنا فقرة جديدة اللي هي اللي هو القانون 81 دي سنة 2016. الفقرة دي ما كانتش موجودة في القانون السابق اللي هي بتاعت ايه بقى؟ اختيار المساعدين. اروح مع نفسه. اللي هي اختيار المساعدين ومعاونين الوزراء المدة محددة. صوت التعيين بقى. مين اللي بيعين؟ مين اللي بيعين في الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة؟ القانون ما قاليش مين اللي بيعين. فممكن يطلع بعض يقول ايه ده اللي بتعين لجنة الارتباط. لا، اللي بيعين رئيس الجمهورية. اللي بيعين ايه؟ لان اذا كان رئيس الجمهوريه بيعين في ادنى الدرجات يبقى مش هيعين الوظائف القياديه. وبعدين احنا قلنا ان حتى عباره الموظفين المدنيين اللي واردة في الدستور ده بتنصرف لمين؟ لكبار الموظفين. وبالتالي فلجنه الاختبار مهمتها ان هي ايه؟ ترشح. مهمتها ان هي ترشح. طيب احنا هنقف لغايه صفحه 109.